الجولة الثانية والعشرين جولة مهمة جدا للاتحاد وأيضا لنادي الوحدة. نادي الاتحاد هذا الموسم يقدم أداء رائع بعد مرور 21 جولة، يلاقي نظيره نادي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع. الاتحاد في المركز الثالث، لديه فرصة كبيرة للاقتراب من المراكز الأولى، لا سيما أنه يقدم أداء إيجابي في الجولات الأخيرة، على عكس نادي الوحدة الذي تذبذب مستواه مؤخرا ونتائج جدا سلبية، خسارته أمام نادي الباطن بنتيجة كبيرة جدا على أرض ملعب نادي الباطن بثلاث أهداف مقابل لا شيء. الوحدة عانى من غياب في الجولة الماضية أنسلم وأيضا وليد بخشوين وأيضا ألبرتو بوتيا. في دوري المحترفين وفي تاريخ العبيد ككل، الله يعرف جيدا إمكانيات اللاعب دا كوستا، الآن خطيرة اليمنى عرضية لأبناء مكة، فواز القرني على مرتين. الوحدة في شباكه 38 هدف، وهذه حصيلة جدا سيئة لنادي كبير مثل الوحدة. عند الوحدة مميزات كبيرة جدا، وأبرزها هزاع الغامدي الجناح المميز هذا الموسم، وأيضا لاعب نادي الخليج المنضم للوحدة الموسم الماضي على الحجي، وأيضا حسين العيسى الجناح الوحداوي. ختاما تعتبر هذه المباراة هي مفترق طرق لنادي الاتحاد، إما بالمنافسة والاستمرار مع الثلاثي الشباب والهلال والأهلي، أو الرجوع إلى المراكز المتأخرة، لا سيما لو فاز أحد الأندية التعاون والاتفاق سيقترب من نادي الاتحاد بفارق نقطة وما يهدده بفقدان مركزه المهم. وأيضا للمعلومية، نادي الاتحاد في حال تخطى أو تعثر في هذه الجولة ووصل للمركز الرابع راح يفقد جزء كبير من المركز الثالث اللي راح يبتعد فيه نادي الأهلي.